عايزك ترجع بذاكرتك 20 سنة ورا. هذا اللقاء التلفزيوني مع المشير عبد الفتاح السيسي قبل 8 أيام فقط من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية. برحب بحضرتك معنا يا فندم واهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. سياسة المشير واحنا بنتكلم اتفضل يا فندم. اسمح لي في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. مش اتفضل حضرتك. ايوه هو مال عايز ايه؟ بعض الناس يقول لك سياده المشير هيجي هيقفل على حاجات معينه وهينشفها في حتت. لما بتتكلم على ترشيد، الى اي مدى الترشيد ده هينعكس على الحياه اليوميه للمواطن المصري؟ انا هتكلم على المواطن الغلبان مش المواطن المصري بس. جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 سغدة يزيد ثمنه، يبقى كرتونه البيض ب 26 جنيه اجي نيجي نخش المدارس نبقى كرتونه البيض تعدي ال 50 جنيه. طب خلينا نتكلم في النقطه دي شويه. الاشكاليه بتاعتنا ايه؟ الدين كام؟ كذا، خد الدين. مديونية؟ أنا مسؤول كرئيس للجمهورية دي إن أنا كل الالتزامات نسددها، أسددها ولا أخلي الأسعار طيبة؟ أمال إيه؟ أنا عامل قصور رئاسية وهعمل. دي البداية، دي لسه دي إحنا بنسخن. المكن أخباره إيه؟ عطل، غير المكن. تقول لي أنا هصرف 10 مليار عشان أكهرب وأعمل ميكنة، ال 10 مليار دول لو أنا حطيتهم في البنك لو خدت عليهم فايدة 10% يعني مليار جنيه. كان قال ان حضرتك طلبت 100 مليار جنيه او دولار من رجال الاعمال. يا ريت يبقوا دولار والله. خليهم جنيه. طيب 100 مليار جنيه من رجال الاعمال للنهوض بمصر، يعني هل ده صحيح؟ طب انا هقول ايه. اصبح مصير الشركه غير معلوم بعد القبض على رئيس مجلس ادارتها صفوان ثابت ونجله سيف، وذلك انتقاما منها لرفضهما التنازل عن حصتهم لصالح جهه حكوميه. رجال الاعمال حضرتك لمست ان هم هيتعاونوا مع حضرتك، يعني هيقدموا شيء؟ لما حضرتك طلبت منهم الطلب ده كان رد الفعل ايه؟ يعني ايجابي اكثر مما نتوقع بصراحه. طبعا طبعا. صفوان ثابت كان متبرع لصندوق تحيا مصر ب 50 مليون جنيه. صفوان ثابت قعد مع سياده الرئيس فطار وغدا وعشاء مع رجال الاعمال اكثر من مره. يعني ما احنا ده طبيعي. فاحنا بنصوبها ده طبيعي واحنا بنصوبها. عندك العيب. الله يعزك. انا اسف. افتكروا يا استاذ وائل وحضرتك احنا قعدنا ابريل 2011، هل تقديري للموقف تغير؟ ردوا من فضلكم. لا يفوتني في هذا اليوم ان اوجه لكم التحيه بمناسبه ثوره 25 يناير عام 2011. 2011 كان اعلان لشهاده وفاه الدوله المصريه. اسمع يا دي الكلام مني، انا راجل شايب وعارف. اقصد شايف وعارف. المشكله في تقديري بين اي قياده وبين شعب التواصل. ناس لازم القيادة تسمع والناس تسمع. انا اسمعهم هم وعلى طول. واللي يتكلم على المحكمة على طول. اسمع انا اتخنقت منك، بقول لك اهو من غير نفرزة. بس مش عايز البعض يستخدم سياده المشير تعبير مصر تتسول، لانه الحقيقة البعض بيستخدمه للاسف الشديد ومصر لا تتسول. ما تقولش تعبير. انا لا لا من فضلك. انا اقوله لا 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 اسمع. هل انتوا مستعدين ان انتوا تنقلوا جزء من الصناعه في بلادكم لبلادنا توطنوها حتى نوفر فرص عمل لاكثر من 65% من شعبنا من الشباب؟ هل انتوا مستعدين تعملوا ده؟ لا انا مش عايز مصر. لا لا من فضلك. مش عايز البعض يستخدم هذا التعبير. لا مش بقوله. لا لا على ولا بعض ولا احنا لا يليق ان احنا نقول كده بصراحه. ده لو كل يوم 10 مليون من ال 90 مليون تليفون صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه. بص بص نفس البق المعفن ده والله فاكره. الكلام ده حطيت التريليون سنتين. لا لسه. الله ما انت قلت لنا 30 26. ايوه انا شفت المشهد ده، اصل السكتشات كلها تبقى كده. لا اوعى تقرب من عقل المصري وكرامته. اوعى، خلي بالك لن يقبل ابدا ان يعبث بيه كده. طيب بعد كل الكلام اللي قلته ده الدنيا اخبارها ايه؟ هقول لكم والله 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 الدنيا زي الفل. محدش قال لك انك انت فقير قوي، لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. انا مش هشتم النهارده حتى لو اللي جت هتموت، انا مش هشتم النهارده. انا النهارده عاوز يعني ايه؟ مش عاوز اعطر لساني. وعي الناس امانه، كلمه امانه، وعي الناس امانه. والعبث في وعي الناس في منتهى الخطوره. انت بتعبث بوعي الوطن كله، عشان كده بقول لكم المسؤوليه اللي عليكم تدخلكم الجنه بلا حدود. صحيح. عاوز اتفضل. لا لا انا هتكلم عن الجنه بس، لانك انت في الاخر يعني في مجموعه من شباب قريه الشيخ حمد نظموا ماراثون وسباق وللجري، بس مش لجري البني ادمين، لجري الحمير. لكن الحريات على اجنده حضرتك ازاي؟ اراده الناس
ده أمر ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا، إرادة الناس، حرية الناس. حبس اليوتيوبر شادي سرور حيث نشر حلقة تسخر من السيسي ومؤيديه. هتتقفش يعني هتتقفش. السلطات المصرية اعتقلت الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام الحكومية السابق. ده من أول لحظة. ده كده الحالة كده. من ليه العيال دي كلها وقعت على البوكس؟ كتير يسألوني إن أنت بتاخد وقت كثيرا في الرد، مش كده؟ طيب. أنا بقول إن الكلمة اللي أنا بقولها دي هيسمعها ملايين، لو هي حق بقيت أنا صح، لو هي باطل بقيت باطل وكذب، وانا هيحاسبني ربنا على انا كذبت على 20 مليون، لو كانوا اللي بيتفرجوا عليا 20 مليون، اخلي باله ولا ما اخليه؟ خمسه بالحب.